اهلا بحضراتكم من جديد. يسعدنا ويشرفنا النهارده يكون معانا ضيفين تقال. يعني انا سعيد الحظ لو كده هلعب راس حربه فمعايا وينج رايت وينج ليفت. اوعى وشك. الناقد الرياضي والصديق العزيز الحقيقه استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. استاذ عصام اهلا بيك. مساك استاذ ابراهيم، كل سنه وانت طيب. نور. حبيبي ابراهيم ربنا يخليك. رسم كده لا ازاي بس عشان انت قلت راس الحربه وبتاع ف البنج رايت يعني البنج رايت بقى بيرفع على طول. طيب ارفع للناحيه الثانيه عشان يكون معانا الصديق العزيز جدا والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري مدير تحرير الاهرام. اهلا بيك يا استاذ محمود. منور. ده نورك. عامل ايه وحشني والله. الشياكه اللي عشان نشوفك بس. الحمد لله على السلامه. اشوف اخويا وحبيبي الاستاذ عصام. حبيبي محمود منور. استاذ عصام تابعنا كلنا المؤتمر الصحفي لتقديم رينيه فيلنر المدير الفني للنادي الاهلي او فايلر. عايز قبل ما اقول لك انطباعك اخدك لتويتر للكابتن محسن صالح. محسن صالح رايه يعتد بيه لانه كمان مدير فني كبير. يا بخته يا سعده يا هناه اللي يدرب الاهلي ده يوم مناه. للدرجه دي الاهلي ضامن لنجاح المدرب او عنده فرص كبيره لانجاح اي مدرب؟ اكيد. السبب بسيط جدا ومعقول جدا لانه في الاخر بتلاقي يعني تربه صالحه جدا لزراعه كل محصول وتنتظر غله شديده الباس ما بين احتراف كامل ما بين طلباتك موجبه. ولا احد ربما يتصور انه كبار الكره على مدار تاريخ النادي الاهلي واخرهم يعني كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه يا رب، الناس ما بتتصورش انه مش ممكن يسال هو مين هيلعب ومين ما يلعبش. أيوة. هو انتوا بتعملوا ايه النهارده؟ وانه العبور في اتجاه حجرات كره القدم في اوقات في مباريات كبرى قبل بدء مواسم مع تتويج اللي هو مبروك شكرا سلام عليكم. يعني احتراف كامل الاركان وبالتالي ده الاهم في كل السير الذاتيه للنادي الاهلي اللي المديرين الفنيين لما بيعرفوها بحسب خبرتنا يعني بيبقى على طول مستهدف انه ينجز الديل ده او يخلص الاتفاق ده. مش هيلاقي افضل من كده تعاون وتعامل جماهيريه طبعا عظمى. وبالتالي ايه اللي ممكن يكون ناقص؟ مدير فني عايز يشتغل من اهم ادوات كره القدم ولا واحده مش موجوده. ما خلاص يعني فصل الخطاب. فصل الخطاب استاذ محمود. وانت واحد من القريبين من تغطية النادي الأهلي لسنوات طويلة وتعاملت مع مدربين أجانب كتار. تقريبا بدلت أنت كام؟ 10 مدربين؟ أكتر من 10. أكتر من 10. ألماني وأسباني وكتير. طيب تابعت مؤتمر صحفي للخواجة إزاي؟ أنا يعني الحاجة الغريبة اللي أنا يعني أحب أبدأ بيها مستغربة جديد قوي جديد قوي اول مره اشوف تراشق بالصوره دي. نادي جاب مدرب النادي التاني ماله؟ يعني دي حته دي انا يعني ما شفتهاش ابدا على مدار تخطيطي مش كده من النادي الاهلي. ما شفتش ابدا انه مثلا الاهلي جاب الاهلي الزمالك جاب مدرب فطلع حد من الاهلي لكن المدرب ملوش يعني على قدر المفروض على قدر المسؤولين لابد يكون عندهم قدر ورؤيه. الجمهور حاجه والمسؤول حاجه تانية خالص. صحيح كلام المسؤول يتسال عنه اكيد لكن الجمهور او الجمهور دلوقتي في وضع كمان وضع صعب. صحيح. السوشيال ميديا غول بياكل كل شيء يعني حتى ياكل نفسه في النهايه بصوره اللي احنا شايفينها في حاله من الصراع والاحتقان والانقسام الواضح بصوره ابدا تحتاج الى وقفه. هناك انفلات اخلاقي مبالغ فيه خطير على المجتمع بندفع ثمنه يومين زي ما احنا بنشوف. الاهلي دائما ما بيحترم منافسيه يعني ما بيدخلش. لم ارى تصريح لمسؤول في الاهلي يتحدث عن اي مدرب لاي فريق منافس او يقلل منه او يقول ان انا فوضت او ما فوضتش او احاول. كمان الغريبه في الامر اللي ضايقني انه طلع ميتشو قال لك اصل الاهلي عرض عليه فلوس. يعني بتلعب على وتر الجمهور كمان يعني انت يعني هتضطر مثلا المسؤولين في الاهلي ان هم ممكن يخرجوا ويقول لك ده انت اللي بعت لنا وقلت لنا تعالوا فوضوه وعلوا عشان انا ممكن انا عاوز اجي اهرب من الناحيه الثانيه. يعني ليه انت بعمليه الاحتقان برضو كان كنت اتمنى ان المسؤولين في الزمالك ما يدفعوش المدير الفني ان هو يدخل في صراع مع الاهلي. ملوش هو مش طرف هو مش طرف خالص. لكن رينيه فايلر وسقف طموح وبعد كده ظروف اجبرت فايلر شيء طبيعي جدا. الراجل سويسري لما يجي له عرض من نادي سويسرا يا استاذ عصام انه يسال اخر مدرب مشي من مصر ستيف جروس. صحيح طبعا. هو سويسري. طبعا يعني انت فجاه واحد من هنا
رايح يشتغل في حته انت كنت فيها. اه طبعا هيسال حد من لازم هيسالك. هيسالك طبعا، هيسالني يقول لي ايه رايك الجو هناك، اقول له انا جو. العالم كله شبه يعني بعض. اللي انا عايز يعني اللي انا عايز استعين بمواطنه ده اكيد يعني. اللي انا عايز اقوله لك انه المدير الفني يعني سؤال بسيط، ده من الذكاء انه اللي بيهاجمه مدير فني يا عم سيبوه خلوه فاشل يعني، حتى من مصلحتي النادي الزمالك ان يبقى فاشل يعني، حتى لو فشل ما انت عندك فرصه صحوش يعني، انت ما تقعدش تسخنه يا عم هو جاي يفشل في الاهلي، فسيبه خليه يفشل، خليه ما ياخدش الدوري، خليه ما ياخدش بطوله. اللي مزعلك ايه؟ مزعل يعني، انا عاوز اقول لك ايه، سيبه ما تسيبه في حاله، انت ليه مصر على انك انت فوضته وهو ب 700؟ انت عاوز تقول ان مجلس اداره الاهلي حراميه وانت الشريف العفيف اللي في الدنيا كلها؟ ما يصحش غلط الكلام ده يعني، الكلام حتى ما يؤخذش بالمنطق وبالصوره دي. المسؤولين كلامهم محسوب، انت تصرفاتك بتعكس حاله الاحتقان عند الجمهور. طب احنا عاوزين نبدا موسم جديد وعاوزين نقول يا جماعه خلاص كره القدم مصر راجعه، وزي ما قال الاستاذ عمرو الجنايني وادانا الطموح انه والامل انه الجمهور راجع، ها ان شاء الله يعني باذن الله تعالى، بس عاوز بس نعرف يرجعه يعني ازاي. لكن انا عايز اقول البداية. المدير الفني للاهلي او حتى لو المدير الفني للزمالك، ليس من حق الاهلي انه يتكلم عن المدير الفني للزمالك طبعا، وليس من حق الزمالك يتكلم عن المدير الفني للاهلي. صحيح. الله يا سيدي، انا بس الضوابط اللي محتاجينها، ما انا بقول لحضرتك خطوره السوشيال اللي انت قلتها، ما انا بقول لك دي ضوابط يعني مش محتاجه نناقشها. لو فشل فشل على اداره النادي وعلى الجمهور اللي هو مستحمل وعلى اللعيبه، لو نجح وكسر الدنيا وطلع عكس البتاع برضه يبقى الاختيار كان صائب وبتاع والكلام ده، انت هتستفيد منه. فاللي انا عايز اقوله ايه، ما تيجي نطلع من الدايره دي ونسيب كل واحد يشتغل في حاله. يعني ايه؟ خليك انت في فرقتك وانا في فرقتي، وانا اجيب سيرتك وانا انت تجيب سيرتي، وانا اتكلم عنك وانا انت تتكلم عني، ونحترم نفسنا ونخلينا نعمل منافسه. بلاش بقى نقعد بقى على المنصات ونقعد نتكلم مصمص في شفايفنا ونتكلم عن الاخلاق وعلى اللي بيحصل في اوروبا واحنا مش عارفين نطبق 1 من 10. يعني انا مش مهمتي ان انا اجي كل يوم اقعد معاك ربع ساعه ونص ساعه واشتم في عصام شلتوت فيه وفي الحيطان وبتاع، عصام مش هيرد. لو قعد 100 سنه عصام بتشتم مش هيرد، ما تفتكرش انه ده ضعف منه، لا ده بالعكس ده من القوه. هي من القوه يا استاذ عصام والصلابه في اي انسان انه يتحمل الضغوط اللي بيتكلم عليها. ما قالوا بديهيات بس عايزينها تنقلب لقواعد بصراحه، انه لا للخلط، وفعلا لابد من ادراك قمه السخونه اللي عماله تتفاعل قدام عينينا كلنا، والكل فاكر انها بتستر يوم ورا يوم. طب وبعدين؟ طب لو حصل انفجار في خطوره، لو حصل خطوره حقيقيه يعني. مش في مباراه جايه؟ طبعا. مش في مباريات سوبر جايه؟ طبعا. ها؟ وممكن يبقى في مباراتين وعندك مباراتين دوري. عاوز اقول ايه؟ امتى نطلع من دايره دي الشحن اللي ملوش لازمه، ويبقى عندنا كوره ويبقى عندنا جمهور رايح يستمتع وعندنا جمهور مش مشعوب؟ ليه اللعب دايما على وتر الجمهور والحديث عن كلام ليس لها اساس من الصحه، والحديث عن مؤامرات غير موجوده غير في اذهان اللي بيتكلموا فيها، والحديث على انه الاهلي اصل نادي الدوله، وكلمه نادي الدوله لو انت جبت مسكت ورقه وقلم وقعدت تفنط مين نادي الدوله هتكتشف المفاجاه عندك موجوده واضحه، ومين المسؤولين، مين بيتولى، ومين رئيس اتحاد الكوره، ومين اللي كان قبل كده، ومين اللي جاي، ومين اللي هيروح. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ فايلر ده جه سيب يا عم تبعاته ونتائجه يتحل الاهلي وجمهوره. يعني لو نجح ده على الاهلي، لو ما نجحش يبقى برضه على الاهلي. انت عندك مدرب، جبت مدرب وعامل شغل عشان اقول لك بامانه جديده، مدرب وعمل بصمه، عندك فرقه كبيره جدا، فرقه فيها لعيب، ركز بقى في فرقتك، وعندك طموحك، وعندك عندك بطوله كاس، وعندك افريقيا، وعندك 6 7 بطولات. فاللي انا عاوزه كل واحد ينشغل بعيوبه عن عيوب الاخر، وينطلق ويضع في حساباته ان انا دلوقتي عاوز ابدا موسم جديد. ليه ما نبداش صفحه جديده؟ ليه ما ننسى كل اللي ورا يا جماعه؟ بنتكلم عن كوره، عاوزين يبقى عندنا كوره. ليه داخلين في مشاحنات على كلام فاضي والنتيجه صفر؟ منتخب ما فيش نتائج، وادينا عندنا منتخب الأولمبي مش عارفين هيعمل ايه في شهر 11. فاللي انا عايز اقوله، الاهلي جاب مدرب اختاره حسب وفق ظروفه، طلع الدكتور طه قال الراجل كذا كذا، وانا كمتابع للفتره دي عاوز اقول للناس يا جماعه ممكن ما تفتكروش، الاهلي سنه 99 جاب مدرب الماني اسمه هانز ديكسي. وبعد فتره اكتشف النادي الاهلي انه ده مدرب لياقه بدنيه على فكره، وكان رشحه ديتر شفايتسر. كان ايه القرار؟ كان محدش يعرف الكلام اللي تم ده، وكان معاه الكابتن مختار وحسام بدري لسه طالع والمجموعه دي. عارف القرار كان ايه؟ القرار انه اتجاب لجنه الكوره وكاب صالح قال له انت راجل على عينه وعلى راسه، هتقعد كده على الدكه مدير فني، بس اللي هيدرب الفريق مختار مختار. هي نفسها كانت مع مختار. خسر الاهلي ما خدش فيها السنه دي الدوري، خد فيها الكاس من المحله.
حتى الراجل هو ماشي قاعد يبكي منهمر من اللي حصل والظروف دي. انت هنا لما حصل هذا الامر انت كرد فعلك كمنافس ايه؟ خدت بطوله من الناحيه الثانيه، ما انت مش عاوز مثلا الاهلي يسيطر على كل البطولات، ده الصح وده الحقيقي، يعني لازم يبقى في منافسه، فريق رايح وفريق جاي وبطوله عشان يبقى عندك منافسه. يبقى انت ايه؟ من الصالح انه الاهلي ما يجيبش لعيبه كويسه، من الصالح انه ما يجيبش مدير فني كويس، من الصالح انه عنده مشاكل وانت تلعب لك. سيب الاهلي في حاله، يعني انا بقول اهو طلعوا الاهلي من دماغكم كده، طلعوه بره كده، وكل واحد يركز في نفسه. انت محتاج مع بدايه موسم للكثير يعني من الكلام حوالين فعلا ضبط كل الادوات دي، وفعلا يعني ابراهيم دايما يروح حاطك في حته كده مهمه، قال لك دي بديهيات، احنا مش لسه هنقول مش محتاجه كلام يعني عايزين نحط قواعد، نحط قواعد نعمل ايه؟ لا ما هو المفترض كلام، هو كلامه صح ابراهيم في المنطقه دي. عاوز اقول لك ايه؟ يعني انا عاوز اقول ايه؟ انت زي ما بتقول ضبط الاداء الاعلامي، ضبط الاداء الرياضي للمسؤولين كله، اصل ضبط الاداء في كل شيء، مش تبدا يعني مع الخطوطه يعني مش من الصالح ان احنا نحول حتى حياتنا وعلاقتنا مع بعض نخسرها، وديننا اللي احنا بنتكلم عليه نعمل عكسه. مش ممكن كل يوم نقعد نشتم في بعض واحنا سايبين. طب انا عاوز اقول، عاوز حد يجيب لي برنامج يقول لي ازاي نطور كره القدم، ازاي نرتقي بالمستوى الاداري والطبي والمنافسه واللعيب يبقى عنده يعالج عيوبه ازاي؟ عاوزين حاجه تتكلم. ايه برامج اللي كلها شتيمه والمصلحه مين؟ وباقي الناس كلها بره بتضحك علينا. يعني ليه احنا اطلع دلوقتي امسك ابراهيم ينسى اقعد انتقد واجيب له فيديوهات واعمل له قضيه واقول عليه كلام؟ يعني ايه اللي انا استفيده؟ وفي الاخر تقنعني انك انت قلبك ابيض، وتقنعني انه ده من الدين، وانك انت يعني هل ده صح؟ يعني بتضحك على مين؟ انا حزين ان احنا وصلنا للمرحله دي يا استاذ عصام. بص حضرتك، انا حزين للمساله. لا تستغل انه صمت الاهلي ده ضعف، يعني بعد جماهير الاهلي متحمسه شايفه ان ده الصمت ده قوه، ده الصمت ده قوه، ده انت الكبير احنا يعني اخواننا لو الرد بيبقى في الشارع في البيت عملي. لما يكون عندك راجل كبير وحاجه محترم بيدي شكل للمكان، بيحافظ على اسرته، هو بيحافظ على عيلته. التحول كمان نحو الرد في الملعب ده اول ما يمكن ان هو يجلب لك كل يا سيدي ما تشعر انه مش بتاعك. يجب يكون الرد في الملعب، ما هو بقى مش الرد في الملعب، انت هنا لازم وانت معدي تقول للناس في الجبلايه لازم تخلي بالكم ان الضبط والربط يبدا على الخطوط، يبدا بتعريف المعرف، يبدا بانه احنا مش محتاجين على هذه الطاوله المستديره او المستطيله ناس تفتكس، عايزين ورقه مترجمه للكورة في كل الدنيا تطبق هنا، من ثواب وعقاب، واللي قاعد عنده ايدي كارت ما بيقومش الا في المنطقة الفنية، ما بيقولش الا كذا، ناس معاها سماعات، ناس معاها الرزاز المتلاشي ده. مرة قلت لهم قاعد يضحكوا، هاتوا معجون سنان باظ من شركة مش هيجرى حاجة. يعني لما الكورة ما تجيبش 18 مليون علشان تحط فيها الفار يبقى احنا هنهرج بقى. ايه ده يا راجل؟ ده انت لو عملت دوره رمضانيه هتعمل حاجه يا استاذ ابراهيم. معلش قبل ما كلام من الاستاذ اسامه، طب انا عاوزك تجيب لقطات، يعني المفروض نجيب ونزكي اللقطات اللي كانت ما بين النجوم الاهلي والزمالك في الفتره اللي فاتت، وحجم العلاقات اللي كانت قويه ومتبدده، وكان الناس تقعد هنا والناس بتقعد هنا. شوف في زمن انا تملي محمود بقول لا يمكن تسمع كلمه سلبيه من واحد زي كابتن حسن شحاته او كابتن فاروق جعفر، وكان كابتن طه بصر عليه رحمه الله، عن الاهلي وحازم امام وحازم وكابتن حلمي طولان، ناس كتيره قوي دول بقى الرياضيين. احنا في مجموعات كده على مدار الاجيال، اهلي وزمالك، بنقول لهم انتوا شبه بعض، الناس ما بتفرقكوش، حتى جمهور الاهلي يشيلك والتاني جمهور الزمالك يشيله. الحكايه دي شبه العالم على فكره، مش طيب خاطر من المصريين، الدنيا كلها كده. احنا ليه انقسمنا كده؟ يعني ليه بينا صفين؟ ليه ما بقناش كده؟ ليه ما عندناش هدف؟ يعني عاوز اقول لك لمصلحه مين يتم الكلام ده؟ طيب وليه هنستمر الفتره دي؟ ربنا يعديها على خير. يعني هتعدي. جزئيه مين المسؤول؟ في اراده للدوله يا جماعه، في جزئيه مين المسؤول؟ اتحاد الكوره، لجنه جديده، لجنه مؤقته، خمس افراد، العدد قليل، يقدروا يشتغلوا بشكل سريع شويه، بداوا بدايه كويسه جدا. دي اللقطه يمكن شوارب بيفكرنا حسن شحاته والخطيب، طبعا كابتن حسن وكابتن الخطيب لما حصل هتاف من قبل جماهير كابتن حسن، كابتن الخطيب راح مستأذن الحكم الأجنبي وقتها، الراجل بقى قبل الصفارة هيصفر كان، وتم السيطرة على الجو تماما. أهو أهو الحكم هيصفر، الراجل خد الصفارة رجعها. استنى في إيه؟ أيوة. استنى، بص دي مشكلة احنا هنحلها مع بعض. حتى بيتابعهم مش عارف هم مشيوا ولا إيه بالظبط.
بمجرد ما حيا الجمهور ومعاه كابتن حسن في ايده انتهى كل شيء. دي قيمه النجوم ومسؤوليات النجوم. النهارده بقى بعيدا عن اللقطات العظيمه الجميله دي، بقى في ضوابط هي اللي بتخلي الصوره دي متكرره ومتلازمه طبيعيه جدا. لازم بقى بطيب خاطر النجوم الكبار، القانون يفرض كل الاشياء. أيوة. وبالتالي من غير قانون مش هنستنى للعرف، مش هنستنى لابن الاصول، مش هنستنى للكلام ده. احنا محتاجين ان احنا نفعل ده. اللجنه جت زي ما حضرتك قلت بدات بكلام مهم حوالين الكره المصريه واراده الدوله، وانا افضل اقولها كده وتحتيها مليون خط. تمام. الدوله تمتلك اراده اكثر من يعني 100% للتحول نحو امن قومي في الرياضه وكره القدم في القلب منها امن قومي، استثمارات، شراكات هنا ومن الخارج ومن الداخل، لكن كل ده مسؤولين عنه ناس. فهل هيصروا وهيترجموا ورقه يا استاذ ابراهيم يا استاذ محمود وينفذوها، ولا لسه هنقعد عشان نسمي الرابطه لجنه ونسمي رئيس لجنه الحكام حكم ونسمي رئيس لجنه المسابقات متسابق؟ في كل العالم الناس بتجيب كونسولات عشان اللي هو كونسولته بالبلدي يعني علشان يدير لها التحكيم، ويجيبوا حد مش عارف من الدوري الالماني الاسباني علشان يعمل مسابقات ويحط لمده موسمين ثلاثه باليوم والساعه والثانيه، وانت تبقى فاكر على راي العندليب العظيم الله يرحمه تبقى عارف كل حاجه. لكن عشان تقول لي لسه الحكم هو من يحكم واللي لابس الشرطه هو من يدير وكذا، يبقى احنا كده رايحين في سكه تانية. طيب. البشره محتاجه يبقوا قدها هذا الخماسي الرائع. طيب. عشان اللي كلنا قلنا لهم اهلا بيكم، عشان يبقوا قدها وتبقى المسائل برضو فيها قدر من الوضوح. اللجنه المؤقته رفضت دورة الطردية اللي هتتعمل بين القسمين الثاني والثالث. وكان سبب الرفض المسابقة بدأت بنظام تنتهي بيه. وان الشروط اللي بدأت بيها اي مسابقة تنتهي بيها. طبعا. وده كلام حلو قوي. معايا قمة المنطق. بطولة كاس مصر. بدأت النهاية بدون جمهور. وشروطها المرسلة للاندية انه من الدور الاول للدور النهائي بدون جمهور. مش كده؟ تمام صح. الاهلي لعب بدون جمهور. طبعا. الاسماعيلي لعب بدون جمهور. صحيح. يعني الفرق الشعبيه الكل لعب بدون اللي ليها جمهور ما استخدمتش هذا السلاح. ليه تفاجأ انه في المباراه النهائيه في جمهور؟ طبعا لو الاهلي اتكلم بقى يبقى اشمعنى الاهلي اللي اتكلم؟ لا هو انت محتاج في النقطة محتاج دي الاول اللي قال في جمهور يقول لنا هل على خلفيه ايه بالظبط؟ يعني هو قال في جمهور. تكافؤ الفرص ان كل الفرق بدات المسابقه بشوط، حتى الفرق اللي خرجت، ما هي الفرق اللي خرجت فرق جماهيريه. الاهلي لم يستخدم جمهوره في مباريات الكاس وهو اضافه. الاسماعيلي لم يجد جماهيره تسانده في مباريات الكاس. الاتحاد السكندري الفرق الجماهيري المصري، كل الفرق الجماهيريه لم تجد جماهيرها. صحيح. ليه اذ فجاه يبقى النهائي انا اتمنى ان الجمهور يبقى موجود على طول، لكن مش فكرة منع عن مباراة. أيوة. احنا بنتكلم هل انت عندك رغبة بعودة الجمهور ابتداء من السوبر؟ هل ماتش السوبر لما يتلعب هيبقى الجمهور يفترض؟ ده يعني ألف باء، مفيش كرة تاني من غير جمهور، وإلا يبقى اللي جاي زي اللي رايح زي اللي واقف زي اللي قاعد. يعني ايه كرة من غير جمهور يا جماعة؟ كرة من غير جمهور يبقى نعرف بقى بتصرف منين وبتجيب منين. شوف هي العدل أقصر الطرق. ما انا بقول لك انت عايز تتكلمني في ايه؟ لجنه جديده عندها هذا القدر من القبول، حتى لان الحقيقه كل الوسط الرياضي او غالبيته رحب باللجنه. ما انا قلت لك بنقول لهم اتفضلوا للمسانده. تمام. لكن في بعض المعايير لازم تتوحد. هو ده سؤال يوجه للجنه. لماذا تم التراجع عن انت عملت مبدا قلت انتهت مسابقه ورفضت دوره الطرديه والناس اللي عملت دوره الطرديه والحدوته وخص خلاص طلعت من بره، جيت في الكاس قلت ان المباراه النهائيه هيبقى فيها بجمهور. طب على اي اساس؟ ما احنا كنا نتمنى يطلع كلام حتى يعني يقول ما هل هي مثلا ربما تسويقا ربما تمهيدا. لا اصل ما يصحش النهائي يتلعب بدون جمهور. مفيش حاجه اسمها كل نهائيات الكاس اتلعبت بدون جمهور. مباريات الكاس ده مش اختراع جديد يعني. وهل السوبر هيبقى بدون جمهور؟ يعني السوبر اللي جاي السوبر المحلي اللي بين الاهلي والزمالك برضه بدون جمهور. الاهلي والزمالك السوبر لسه الجديد لسه اللي فات. يعني ما هو ده برضو خلي بالك ايه ده سؤال داير وبيبحث عن اجابه.
ليه ما خليتش انت مبدأك واحد؟ عايز ليه؟ يعني اذا كنت لأنه انت لانه بالقطعه بصراحه. لا ما انا بتكلم بصراحه، القرارات بالقطعه. بص انا معاك انه النهائي ما ينفعش يبقى بدون جمهور طبعا، مش مختلف معك واي حد بس انت بصيت لنا بصه حلوه من الوينج ليفت. كنت هتفهمها لو قالوا الكاس بجمهور والسوبر بجمهور وكل يعني الماتشات اللي جايه خلاص بدأنا كله بجمهور، يبقى كده خلاص كلام مفيد يعني. بس عايز اقول لك لكن بالقطعه دي صعب برضه يا ابراهيم، في حاجه برضه قراره مش راسه، مش من راسه. لا بس خد بالك يعني عايز اقول لك على حاجه برضه، يبقى هو اللي غلطان صراحه، قرار يبقى هو اللي غلطان. انت يعني احنا متفقين على انه القرار مش قرار برضه اللجنه، مش قرار برضه يعني. لا لا انا اعتقد لا القرار عندهم هم، بس خد بالك حاجه، قرار المنع ممكن يكون مش بتاعهم لانه تبقى في اعتبارات، انما قرار جمهور، انما قرار حضور الجمهور لازم يكون هو كاتحاد اللي طالب او موافق في الحد الادنى موافق. يعني العكس هو اللي يحصل، لو في هناك ما يمنع بتمنع الجمهور صحيح، لكن هتقول لي هو في جمهور يفرض عليه؟ لا بصراحه هذا قرار يعني انا شايف ان هو يعني ده خطا ارتكبته اللجنه، وهي المفروض تطلع تبين تقول بيان احنا ليه رجعنا الجمهور في الموضوع ده، اللي انا بقول لك يبنى يعني عليه. وكان زي ما الاستاذ عصام برضو انك انت تقول ان السوبر اللي جاي بجمهور خلاص، انت عاوز الجمهور ده هو انتهى الموضوع. بس هنا بقى وبس هنا دينار راس الحربه راح قايل لك ايه بقى؟ لا وكله بس والسوبر خلاص. لا لا يعني عاوز اقول لك هنا نقطه ومش من اول السطر، لا خلاص اول السطر عدى، دي نقطه تتحسب عليك وكمل الصفحه. لا تكمل الصفحه بقى خلاص، انت نقطه اول نقطه اهي، اتفضل حضرتك انت اول حاجه تراجعت فيها اهو مثلا يعني. طيب. دي برضو من الحاجات اللي برضو يتم الكلام في ليه انت عملت كده. هو اكبر مسانده للجنه يا عصام انه يبقى فيه دايما وابدا مكاشفه لاي خطا يحدث، ده لابد، لانه انت بتتصرف الجمهور بيفهم انطباع غلط، لازم أن تكلمه، لازم أن تقول له ده ليه، لازم يقول له، لازم يطلع يعلن ده مش من وراء حجب، ولازم يستحضر كده وجوده ويطلع يعمل مؤتمر صحفي يقول لنا فيه الكاس، نهائي الكاس 1-2-3 ثم السوبر ثم بدء الموسم، ويوزع ورق كده في المؤتمر الصحفي. عايزينها تبقى حلوه بقى، عايزين حاجه شياكه، عايزين حاجه على مقاسنا، هو ده حلم؟ طيب اتقال من ضمن برضو النقط الاصلاحيه اللي المفروض هتشهد المسابقة ظهورها في الفترة الجاية، هنلاقي لجنة إنجليزية هتحط جدول الدوري أو شركة إنجليزية. هل تتوقع أن ده يقدر يظبط الجدول؟ طبعا لأنه أنت ما عندكش غير معيار واحد، المعيار الواحد هي أن احنا نخرج من فكرة من يمثلون مصر. كل الأندية بتلعب من مصر طبعا، تفرح جزء من الشوارع طبعا، لكن ده قلنا صناعة، الصناعة تستوجب ان حضرتك لو ما تقدرش تمول الرحلة في 6 أيام 5 أيام حسب يعني ما تقدر تبقى راجل بتستثمر من كرة القدم وفيها، يبقى بالتالي ما تروحليش تقعد 10 أيام وتعطل المسابقة بتاعت المنتخبات بتاعت مبيعات الدوري الأساسا اللي هو المصنع الأصلي اللي جوه البلد. ومن ثم لازم تحط ضوابط من النوع ده، يفرضها زي ما بيقولوا دكتور أجنبي، لا مني ولا منك يعني، غير ناطق بالعربية من أساسه. كل اللي هيقوله هيبقى هو ده الكلام، على شرط أنه زي ده اللي كنت بقوله لكم أول ما بدأنا، أن كنت أملي مع عمرو الجنايني تحديدا لأن هو من زوار أوروبا وراجل بتاع بيزنس شغلته الأصلية ومعاه مجموعة طيبة زي ما حضراتكم تفضلتوا وقلتوا مستبشرين بيهم، أنه ينقل لنا ده. احنا ليه عايزين ناس تقعد عشان تقول هنعمل إيه أو تألف دوري أو تفكر في دوري أو تطرح حلول؟ يا عم ترجم مصر، والله العظيم مصر في افريقيا زي المانيا واسبانيا في اوروبا طبعًا عادي طبعًا جدا يعني طبعًا عادي جدا يعني. فالموضوع محتاج لجنه انجليزيه واخرى. ما نفى الكلام ده، سمعوا قال الكلام ده ما حصلش. يعني طب هجيبهم ازاي ينظموا ده؟ نضحك على بعض ولا يعني اجيب له واحد انجليزي بتاع نظم لي المرور وليه مثلا؟ لا هو اصلا ما نزلش، مش عايش في البلد، عارف ظروفه. لا ده مش هينظم، ده هيعمل مسابقات. يا فندم انا مش مختلف. وليه ما تجيبش بوساكا يمسك لجنه الحكام؟ اديني فرصه اقول لك هو قال الكلام ده؟ لا انا مين قال ان انا هجيب؟ ما حصلش. انا مش مختلف معاك، يا ريت اجيب. احنا طالبنا من بنتكلم لنا 20 سنه بنقول نفسنا نجيب نعلم الحكام بتاعنا، نجيب لجنه من الانجليز. الله، هو السعوديه والامارات وقطر والناس دي كلها سبقتك ليه في التحكيم وعملت شغل؟ مش جايبه لجان وناس بتتعلم وبتعمل جيل وفي جيل بتطلع وبتجهز؟ انت اللي سابق الناس دي كلها، بقيت انت لو مؤاخذه في المؤخره مش عارف تعمل خطوه. ما انت محلك سر. بس هو انا فاهم
انا قصدي ايه، هو رجع في الكلام وقال ايه، لا مش هجيب لجنه الانجليزيه. من قال كده في الحوار الاخير اللي عمله، قال لك الكلام ده مش صح، هنعتمد على اللي عندنا. لكن هل لو هو جاي من اقول لك ضد كده؟ لا. طب مش المشكله انك تجيبه ويعمل لك الدوري ده، انا عاوزك تجيبه تجيب حد يعلمك ازاي تعمل جدول دوري. ما هو ده مش هيعمل لك. يعني عاوز اقول لك التفكير يكون ايه في حاجتين يا عم عصام، في حاجه ان هو يعلمك ازاي تعمل جدول دوري، وفي حاجه ازاي يطور لك التحكيم، وازاي يبقى عندك حتى في لجنه فنيه. احنا لينا كام سنه بنحكي على اللجنه الفنيه سوري فنيه اللي في اتحاد الكوره. عاوزك مره وديك انت بتغطي اتحاد الكوره، شوف لك كام سنه وانت تقول لي في لجنه طلعت بقى تقرير فيها قالت سلبيات الموسم الكرب اللي انتهى 1-2-3 والايجابيات 1-2-3. اتحداك ولا عايز ايه من ولا كلمه الجاي. ولا في خطوه. هل قالت لك انهيار قطاعات الناشئين النهارده واعتماد المدربين على المجامله تدفع عشان تلعب؟ اللي اصبحت في خلي بالك في مصر تدفع، ما هو ده اللي عايزين، ده اللي عايزين تدفع. بقول لك اهو هنا بقى هنا، عارف لو عمرو الجنين عمل حاجه واحده بس، لو عمل حاجه واحده في كل اللي هو جاي يعمله ده، حاجه واحده بس عمل في قطاع الناشئين، حاجه طور حاجه بس فيه وانقذ الناس الاجيال اللي طالعه دي، او حتى عمل دوري منتظم زي ما عمله الكابتن عصام مني في 2004، موسم بدا كذا موسم انتهى كذا، ودي كانت سابقه. ولو كان نتيجتها ان عصام مني اتعمل زي ما انت شوف، وعامل الجامعه العموميه 45 بعد خلوها 90 85 بعد خلوها 95 بعد خلوها 120 وبعد قال لك طب شيل يا عم الراجل ده خالص، هات يا عم نعمل ايه الحدوته. هو ده نفس النظام. انت عشان تعمل يا عم الاستاذ عمرو الجنايني خطوه، ده انت لازم عشان تحمي كل حاجه تعمل لازم تحطها في قرار من قراراتك معتمده في اللائحه اللي هتعملها. يعني لما تيجي تغير نظام الجمعيه العموميه لازم تحطه قرار عشان اللي بعدك اللي هيجي ما يشيلوش. يعني انت ايه مش في العدد كده، بقول لك ورقه مترجمه، ما انا بقول لك التغيير في من يختار في الدرجه الاولى والثانيه. ما انا رئيس حكايه العدد لا ما انت لما تقلل ويبقى عندك مثلا 70 ولا 75 غير 240 برضه، ما يعني انت ممكن يبقى عندك ال 240 بس فيهم ناس سايلنت مالوش دعوه برفع الايد، ما ايوه ماشي بانه ياخد الخدمه. هو هل هيقدر؟ بس برضه في النهايه احنا لا يجب ان احنا نحمله انه هيصلح كل حاجه طبعا في النهايه، فرصته واراده الدوله موجوده. ماشي، بس هي لجنه لمده سنه عندها مهام محدده، وده اللي حصل في هي دي. هي دي هي المهام دي والله يا ابراهيم. واحده منهم تعديلات لائحه النظام. انا بقول لك هل النظام الاساسي هتقدر الجمعيه العموميه، لان هو مش هيغير، هو هيستدعي الجمعيه ويعرض ويشوف. هل لو انت جبت الجمعيه وفرضت شروط تقلص بيهم العدد هيقدر يعمل ده؟ طبعا، لان الدوله هتقول لهم كفايه كده ايها المنتفعون، خلينا نتكلم بصراحه، يا اللي بتاجروا قطاعات ناشئين لمستثمرين، ايوه كل الكلام ده تدمير. موجود تم التدمير في مسابقات وحضراتكم عارفين، بس نقول للجمهور اللي بيحترمنا او يفترض انه يحترمنا انه في مسابقات اصلا بتتعمل على الورق حضرتك، وفي اصلا حكام بياخدوا ورق من مراكز الشباب عشان لازم يبقى لاعبه ان هو المارسه عشان يبقى حكم. اذا اوقف هذا الفساد العارم يبقى بدا دخلوا كره شاطئيه في الصعيد. ما انا بقول لك يعني ما عندناش بحر، الناس ما فيش بحر، تلاقي مثلا فريق ابو طشت عنده كره شاطئيه وما سمهاش غير ابو طشت وما سمهاش ليه بنلعبها فين ابو طشت؟ يا ريت يعني انا عاوز اقول لك على حاجه، ما سمهاش البحر، انا بكلمك سميها الكره النيليه. كره النيليه عندنا النيل والحمد لله. بس انا عاوز اقول لك ايه، انه حتى يعني شوف انت لما تيجي يعني هتعمل كره شاطئيه في الصعيد، طب انا عاوزك تاخد نفسك كرئيس اتحاد كره معين واللي معاك تروح تزور الصعيد، يعني تروح تزور سوهاج وتنزل على هنا، سيب سوهاج عندها، روح هنا اذا لقيت في ملعب، انا بكلمك اهو لو لقيت في ملعب، لو لقيت في اهتمام اصلا بحاجه اسمها ده، يا راجل ده هنا قلصوا الفرق خلوهم مش عارف فرقتين. يعني انت يعني احنا بدل ما نوسع القاعده انت بتموتها خالص، انت مش حاسس بخطوره الامر. فاللي انا عايز اقوله لك، لو هو عمل حاجه عصام، عمل حاجه واحده، عمل دوري عمل جدول بس هنتهي كذا، يبقى الراجل ده عمل خطوه في مصر. عمل حاجه واحده، عمل قطاعات الناشئين وانقذ الناشئين من براس الاستغلال والابتزاز اللي بيتعرضوا له حاليا. قال المستثمر ياخد نص الفريق والنادي عنده نص الفريق، فريق 30 15 للنادي و15 للمستثمر، يلم عليهم فلوس قال عشان يصرف على دول. هو بالبلدي وانا بسالك سؤال، يقول لك احنا بنسجل 30 انا هدي لك 10000 جنيه مثلا تديني 15، ياخد من كل واحد فيهم 10000 جنيه. فطلع هو شوف انت عامل ايه. انا بوريك ايه، شوف احنا الكوره اللي المفروض بتدور على الموهبه وتبقى متاحه للكل اصبحت الان
هناك كوارث وحصلت من لعيبه من نجوم كبار نصبوا على اطفال وقتلوا احلامهم، ناس باعت اراضيها ما تملك عشان نجيب مثلا نستغنى ب 50 و 60 الف جنيه ويقول له تعالى العب في الحته الفلانيه. الناس جت من اخر الدنيا من ابو تشت عندها طموح اتسرعت هنا. عارف ايه المشكله؟ ب 25 الف جنيه. انا عاوز اقول لك ايه؟ ده كلام هو محتاجه هو عمرو الجنايني من اخطر الملفات. هو عارف ايه المشكله؟ اللي هو الناشئين. عارف ايه المشكله؟ انت كنت معايا لو فاكر في حلقه لما طلعنا مع بعض جايبين الناس اللي اتنصب عليهم اخرهم محضر شرطه، يعني قانون اخر. ما هو كلهم عملوا محضر شرطه في بلاد اقل منا جمالا مالهاش دعوه بمحضر الشرطه، لان الشرطه هتعمل اثبات الحاله بس ليها دعوه بمحاضر وقوانين كره القدم اللي ممكن تغلق، ممكن تحاول واحد حتى لان الشاب النهائي المعامله اللي فيها جريمه مش موجود. عشان كده البعض يعني عاوز اقول لك ايه، بيرتكب كل ما اوتي من اهم حاجه اصبح لغه المال اصبحت هي اللغه المسيطره على كل شيء، الغالب على كل شيء. صحيح. ضاعت معها الا ما رحم ربي الاخلاق، يعني خلاص خلاص المال بقى رقم واحد. فاللي انت بتشوف عليه بتدور عليه دلوقتي انه عمرو الجنايني جاي في وقت صعب جدا عليه، محتاج مساندة من الدولة رسميا لانه بقى موجودة. فيه خلاص أكد لك انها موجودة، بس ايه؟ ان يتحلى بالعدل. أيوة. وان يضع في اعتباره انه هو في السنة دي لو وضع بصمة سيكتب في سجل وبأحرف من ذهب ان الراجل ده جه في فترة عمل كذا، عمل واحد اتنين تلاتة اربعة، تقعد الناس تكتب وتقول ايه ده جه راجل هنا في وقت انقذ والسفينة بتغرق راح مساندها كده وراح مطلعها لفوق. هو ده اتحاد الكرة محتاج. كرة القدم في أزمة، عاوز أقول إن احنا غياب عن بطولات الناشئين يا أستاذ عصام، تراجعوا منتخب في أزمة، كل ده سهل ماشي. فتحت الباب الاحتراف على مصراعية، عندك أربع خمس لعيبة محترفين وأنت ما عندكش رأس حربة وما عندكش نص ملعب وما عندكش حارس مرمى. كل الحاجات دي فكرت لازم تبقى في إطار. لما تيجي تجيب لعيب تقولي كل لاعب 30% مش هقول 50% من ماتشات منتخب، فكرت في كده كاتحاد كرة مفروض حطيت لائحه. انا بقول لك حطيت لائحه انه لاعب دولي، اللاعب بيمضي وهو طالب وهو طالب ومجند ومحترف. وفي مدربين وحضراتكم عارفينهم معاهم اخلاء طرف دي ولا اسمها اذن من شركه هو موظف فيها، يقول لك عشان المعاش. يا عم ارحمنا، معاش معاش ايه يا عم؟ معاش اللي زعلك. بص الاوقات دي والله ما كلام انشا اللي بتخلق فيها قصص جديده وناجحه وتحولات. بالظبط. هو يمتلك الاراده والشجاعه ويتجرد وياخد فرصته، يا ده يا بلاش. يعني بالزبط. ايه يعني نظام مترجم؟ انا اسف مش رؤيه جديده، والنبي لو عملنا 100 رؤيه جديده عليه الصلاه والسلام ما ينفع. عايزين نظام يقول لك ايه، اصل في حاجات ما تنفعناش اللي هي ايه، ما هي معروف اعلانات خمور وسجائر مش هنعملها، عم هنعمل عصير قصب وقرفه. يا عم انت رايح لي على الاعلانات، لكن في مصالح لناس لازم تمد ايدك توقفها. يعني ايه فرق لا بتبيع مج ولا تذكره ولا الباس هيجي يشتري منه ويلعب؟ هو عمل منشآت طبعا، هو قد الدنيا لمحيطه طبعا، يلعب 11 سنه وكل البراند بتاعه يتحط على فريق شعبي، شراكه استثمار حقيقي. لما ده هنا اللي بيستثمر بيقول لك ايه، وانت مالك اشترى محمود صبري بكام؟ ازاي؟ طب مش نساله محمود صبري ضاف جنيه تذاكر وجنيه مشاريب وجنيه حاجه ساعه؟ مفيش. شفت انت بقى، انا مستمتع واكيد حضراتكم مستمتعين بالوينج رايت والوينج الكلام المهم جدا. لكن السؤال المحرج، مين مدرب المنتخب؟ عصام شلتوت هيختار ومحمود صبري هيختار بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتعين بالحوار الحقيقه بين الطرفين او الوينجين الناشطين، الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمود صبري. الاستاذ عصام قبل الفصل كنت بتكلم على ملف التحكيم في اتحاد الكوره، قبل ما ننقل لملف المنتخب. لواء ثروت سويلم الفتره اللي تولى فيها عين الكابتن سمير عثمان رئيسا للجنه الحكام، شكل سمير عثمان لجنه بدا يشتغل، واذ فجاه محدش عرف ليه مشي سمير عثمان وليه جه جمال الغندور. لانه سمير عثمان اتقال ان هو راجل عامل مع الاهلي، وحتى دي لا تعفي جمال، يعني حل في قناه الاهلي وجمال. طب ما جمال غندور عامل في قناه بيراميدز يعني خلينا واضحين، لكن هي المقاييس مش كده. هو الاهم من ده جه ليه والتاني مشي ليه، ان اذا ما كانش
صديقنا عمرو الجنايني عارف ان التحكيم في مصر عامل زي شجره العيله، يعني وانت بتقول الغندور تروح عيله يبقى معاه فلان وعلان وتركان، وانت بتقول عصام عبد الفتاح طبعا جروبس ابوستروف مش عايز اقول شله يعني ابوستروف خليها جروب شياكه الجروبات دي مسموح بيها، بس لو هتعمل مجردة مفيش مشكلة يعني. نحن كثيرا ندافع عن أصدقاء، نرى أن احنا بنتوسم فيهم، أي حد يجي فريق عمله بالظبط أو نتوسم فيهم أن هم هيقودوا وهينقلونا نقلة وحاجات كده على خلفية الفكر. وبالتالي لما أنت تبقى شايف ده وما تاخدش بالك أن التحكيم المصري بعافية قوي، أن التحكيم المصري لازم يتنقل النقلة النوعية بتاع في حاجة اسمها بر الأمان، ولا خلصنا يا ابني، ولا مش عايزين مشاكل، ولا يبقى في أدوات ناقصة، ولا يبقى 4 مليون عشان السماعات ما بيجوش، كل دي بقى لازالت حاجات فرعية. لكن انت لما تجيب كابتن جمال الغندور وابنه وابن اخوه حكام، بالله عليك ده لو الإمام الشافعي هيظلمهم هم، هيظلم ابنه وابن اخوه صحيح، ولن يرضي الآخرين برضه في طبع. كل الأحوال طبع. لكن انا ما اعرفش ليه ما فيش حد واخد قرار الدولة والسيد الرئيس منذ إعلان الكان 2019، لأن دي كان فيها كل الملامح بخلاف ما يتم إنتاجه على الأرض في الدولة في مناحي كثيرة للحياة، دخلت على صناعة الرياضة اللي بتبدأ بالرياضة للجميع و100 مليون صحة، ومن ثم كمان فكرة صناعة الرياضة وأمن قومي، وده مش كلام إنشا، ده كلام مهم. وبالتالي حضرتك كنت تاخد ده فورا وتروح على واحد من الأسماء الكبرى، ومش عشانه محللا، لا، قاد لجنة الحكام في ألمانيا في كذا، يجي هنا موسم كامل يخلق لك جيل، يخلق لك جيل. يا سيد الفاضل مش بالضرورة يبقى رئيس اللجنة حكم، أنا مش فاهم ليه برضو يبقى الراجل ده يديرها شخصية إدارية محترفة بتتكلم بالسبع تلسن بالبلدي زي الناس اللي بتسمعنا، كان في اتجاه لكده، وبالتالي يبقى معاه مين بقى؟ المستشار الفني للجنة اللي هيدير فنيات التحكيم بالزبط. لكن أنا مصر إن احنا في حاجة لنقلة من النوع ده. أخويا محمود قال كل اللي سبقونا، بس أنا ما حدش بيسبقنا على فكرة، احنا اللي بنقف. ومع ذلك ومع ذلك ما العيب فينا، مش انا بقول لا يعني قصدي بالعكس، احنا السبب، احنا بنفرح باهالينا سواء في القاره او في محيطنا العربي، لكن انا بقول لك انه دي الحاجات المعيقه لينا. وبالتالي كنت اتمنى ان انا اشوف كونسولتو يعني اجنبي بيدير سنه مش يجي يدي محاضرات ويمشي، كنت اتمنى اشوف دوري محترفين ما راجل بتاع التسويق فيه ما بيديش محاضرات برضه، متعاقدين معاه لخلق جيل وكوادر. يا فرحتي لما تقول لي فضل واحمد عبد الله وكذا، مع احترام الالقاب يعني هم اعلام في كل الاحوال واخواتنا الصغارين، لكن من سيعطيهم صك الخبره؟ وبالتالي لا انت عايز تترجم ورقه وتجيبها، ولا انت عاوز تاخد من اراده الدوله دي عشان تعمل لها صناعه وتخلي الشارع المصري والشباب المصري يعود لصناعه بهجه كمان جنب أهميتها على مستوى الدخل، لما يمكن أن يكون بعد اللي ودانهم وعينيهم عن كل خفافيش الظلام اللي بتحيط بينا، ودينا شفنا المنتج في كان 2019. وبالتالي ما أخشى إن احنا كده هنخش على طرديات، طب نحلها أحسن حل، لا قصدي خير الأمور أوسطها، لا احنا عايزين الحل المحترف الحقيقي بالنسبة للتحكيم، لا اعتراضا على الكابتن جمال ولا تقليلا من راح الكابتن عصام ولا على القادمين، لان زي ما بقولك هي جروب زي ما حضرتك قلته، وبالتالي لن يكون هناك جديد غير انا مش هنجح حد الا لو نجح في كوبر، انا مش عارف هعمل ايه الا ما ايه، نفس الكلام بنفس الصيغ، اعتمادا على ان يعني اللي هيجي اما خبيرا او يعني عنده ضمير، اللي انت قلته بقى وكل الناس عندها ضمير وكل الناس محترمه، فده طبيعي جدا. انا عايز بقى الناس تيجي عندها احتراف وما عندهاش شغل تاني. طيب كابتن جمال الغندور ابنه وابن اخوه على زي ما قال الاستاذ عصام حكام. طبعا ده إدارة ابن اخوه ابن اخوه على ما اعتقد اللي هو احمد الغندور. كان في منافسه بين السنه اللي فاتت في القائمه الدوليه مع محمد الصباحي. كان محمد الصباحي اعتقد 8 حطوه 8 وحطوا احمد الغندور 7، خدوا 7 الاتحاد الافريقي اعتمدهم. مستبعد الصباح وكان غندور بره. بس طبعا في بقى مش عاوز اقول مجاملات، لكن انا عاوز اقول انه احنا اتكلمنا في ملف التحكيم قبل كده وقلنا مطالب حاجه واحده في التحكيم، في خطوه محتاجه تتعمل زي ما قال الاستاذ عصام، غير ان الشخصيه اللي هتجيبه ده من بره ده كان تاخرنا فيه 10 سنين طبعا خلاص،
كان المفروض يجي يعمل لك ايه؟ لابد من كشف الهيئه. مش في مؤسسات بتعمل كشف هيئه للشخص، ايه هو المقصود بكشف الهيئه؟ شخصيه، بشوف قدراتك وشخصيتك ازاي تتعامل مع لاعب الاهلي ولاعب الزمالك ولاعب الانديه الاخرى. هناك حكام يرون انفسهم وحوشا ها قدام الانديه الصغيره وبيقلبوا على حاجه ثانيه لما يواجهوا الاهلي والزمالك. او العكس، يبقى عايز يجيب الاهلي والزمالك او يجي قدام الاهلي والزمالك البعض فتوة. يعمل فتوه ويجي الناحيه الثانيه يعمل عكس الكلام ده. انت مطالب بايه؟ باعداد نفسي، توفير دعم مادي، انه الحكم ده مش شغال بالله عليك يا محمود. يعني عاوز اقول لك ايه، ينفع اروح بفيسبا هاتوله يا اخي ليموزين ب 1000 جنيه يوم الماتش للثلاث حكام؟ ما الكوره بتكسب. لا ما ليه؟ لا ما ازاي؟ لما ازاي؟ بص ده مش ده، لو جت على الفيسبا يبقى كويس. لا انا مش بهزر، واحد يقول له يا والله وحضرناها انا والراجل ده وحضرتك، ممكن تقول للناس على الباب الامن مشكورين يا جماعه، ده الكابتن فلان. ايه ده؟ ايه ده؟ كان من حكم منع الماتش اتاجل بسبب ان الحكم مش معروف. انا بقول لحضرتك وتوقف بره بالساعه والاثنين وكان الماتش هيبوظ. لكن لو معاه واحد من العلاقات العامه بقى، زي لو ابن حد رايح الماتش من زي الحكم الاجنبي اللي انت جايبه عامل بتوع انديه درجه ثانيه، يا ريت مسؤولين اتحاد الكوره. طب ما يروح معاه واحد من العلاقات العامه، معاه طاقم التحكيم يا فندم، يشعر يا اخي. انا عاوز اقول لك يا عصام، انت الحكم بتاعنا هو الحلقه الاضعف ما بين اتحاد كوره ما بيحموهوش وبين صراع الانديه الكبيره والجماهير. الحكم هنا ضعيف، بس ضعف الحكم كان سبب فيه، لانه ليس الغالبيه ليسوا ايوه بقى اقول كده ان هو السبب، ليسوا عادلين. يعني تلقاه يحسب لعبه حاجه ونفس اللعبه في نفس المكان ما يحسبهاش. صحيح. فاللي انا عايز اقوله، جمال غندور بقى معاه ابن اخوه وابنه، ها دي بقى حدوته بقى هتسقط. وزي ما قال لك عصام، يعني عاوز اقول لك مش ما انا هزلمهم عشان يبين للناس ان انا ايه، فهو في موقف صعب برضه، هم في موقف اصعب على فكره. بس برضه طب انت جبت الكابتن جمال غندور، لا خلاف على الكابتن جمال غندور، بس في نفس الوقت هو بيحلل فين؟ في الدوري السعودي على ما اعتقد، او الامارات. هل هو ده تفرغ، ولا احنا مش هنقدر نديك كل اللي انت عايزه فنسيبك تشتغل في الحته الفلانيه دي ودينا حته من وقتك؟ برضه ايه جزئيه برضه محتاجه، عاوز تنقل يا تنقل مره واحده يا ما تنقلش. شخصيه يعني عاوز اقول لك ايه، يا تجيب واحد إيه، انا بقول لك اهو يا تجيب واحد فاضي. ثانيا، شلت سمير عثمان، طيب ما قلتلناش ايه سبب انك انت مشيته، اعتراضك عليه يعني، يعني ايه اجي حل في قناه النادي الاهلي؟ يعني برضو عاوزين نفهم يعني. فبرضه احنا لو حلل في قناه ثانيه كان يبقى حلو. برضو احنا مفتقدين حاجه يا استاذ محمود، ما دام بقى بنتكلم بمكاشفه تستحقها الجماهير المصريه، ما برضو اللي شال ده المفروض ما يمشيش ساكت، المفروض يقول هو شال ليه، هو عارف هو شال ليه. انا لقد قدمت 1 2 3 في مده والله العظيم يومين او سنتين، مع السلامه عليكم. الكابتن دكتور عمرو ابو المجد جاء مديرا فنيا وحط لسته بالمدربين 6، ما خدوش ولا واحد، احترم نفسه ومشي. يا دكتور، ما حضرتك لازم تعمل زي مستر دكتور عمرو ابو المجد لو في بلد تاني، يعني اعمل ايه؟ قلت له يعني حضرتك تعمل مؤتمر وتقول 1 2 3؟ طبعا زنقته يعني، هاجي عليه هو، انما احترم نفسه ومشي. انت قمت رايت نشط الحقيقه، رفعها لك عرضيه رائعه. مدرب المنتخب الله الدكتور عمرو حط 6 اسماء ما خدوش حد. دلوقتي في 5 اسماء، محمود صبري ياخد مين؟ لا ما تبلاش تقول محمود صبري ياخد مين، لا عشان ما تحطناش، عشان كل الناس حبايبنا. لا لا مصر يا عم، الاختيار لا بص، الاختيار بقى صعب. ليه؟ وجهه نظري الاختيار بقى صعب والمساله طولت قوي. طب ما ترتبهم، انا مصمم. لا هي واضحه وخلي بالك واضحه ترتيبها حتى من خلال التسريبات ومن غيره. يبقى يعني كل الترتيبات دلوقتي بيقول لك ايه، انه خلاص اتفاق على الكابتن حسن شحاته، ولكن هناك مفاوضات مع ايهاب جلال انه يقبل بدور مساعد المساعد المدرب العاب. في كلام بيتقال كده، وفي كلام انه الكابتن حسن يجي قاتله بقى، دي الازدواجيه اللي ما انا بقول لك. في كلام بيتقال على انه الكابتن حسن هيجي مستشار او مستشفى زي زجال وكارلوس البرتو، وانه ايهاب جلال مثلا والله ما هي كده. ايوه خلي بالك، ايهاب جلال يجي صوفيا ابراهيم، لازم تسترجع الحمديه الشاذليه ماشي وكذا، خلاص بس يجي ايهاب جلال ايه مدير فني. طيب هنا في حسام حسن، طيب في ناس تانية هنا، طب في حسام البدري. حسام البدري يعني ظلم نفسه بامانه شديده، ظلم نفسه ظلم كبير جدا، خطى خطوه وبنى نفسه مع النادي الاهلي وطلع طالعه كده جامده جدا، ها وبعدين حط نفسه في موقف، هو كل واحد له وجهه نظره ونحترمها، لكن خسر الاهلي وخسر جمهوره.
فصينا حسام في موقف صعب جدا. اعتقد انه يعني مش عاوز اقول هو خلاص متاخر في الحسابات، وربما يكون في الاخر هو خارج الحسابات في المساله دي. لكن هنا انت عندك ايهاب جلال وحسام حسن وكابتن حسن شحاته. حسابات ليه؟ لا خارج حسابات واضحه، يعني مش محتاجه ثواني. انا مش هتكلم على انه المنتخب الاولمبي لم يوفق مع اي مدرب بيتعرض لظرف، لكن عنده سجل تدريبي مع الاهلي، بطوله افريقيا ودوري والكلام ده ما يقللش منه. لكن انا كنت نفسي ما يتنازلش عن المشوار اللي بداه. انت بدات مدرب، يظل مدير فني، كنت تظل مدير فني وتكمل نفسك. كان عندك فرصه في السنه دي انك انت تزود نفسك، لو انت حتى ريحت تطور تروح تشتغل بره تعمل دورات. لكن يعني عاوز اقول لك ايه، تبقى مدير فني للفريق اللي انت موجود فيه مش رئيس نادي. يعني انت ايه يعني انت خائم حاجه؟ ما انا بقول لك اهو، انا مش عايز اجيب مدير فني اجنبي. ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك ان هو فضل حاجه تانية، فضل انه يروح للجانب الاداري لكن ده اثر عليه، اثر عليه في الاختيار يا ابراهيم برضه عشان نبقى واضحين. يعني دي نقطه سلبيه، نقطه سلبيه يعني دي نقطه سلبيه يعني دي نقطه سلبيه انه تغييره، انه سنه اداري وابعد عن التدريب وعاوز ترجع تبقى مدير منتخب مصر. هتقول لي ده انا ما مسيتش الكوره، اقول لك لا، في حسابات تانية وفي ناس تانية بصت لك وقاعده متابعاك. مش يعني ايه مساله، مش مساله سهله. لكن انت عندك هنا ايه مع حسام حسن؟ طب ليه حسام حسن ما يجيش مدير فني منتخب مصر؟ ما ليه ده سؤال. ليه حسام حسن ما ياخدش فرصته؟ صحيح، نجم كبير جدا، عنده تجارب كبيره. صحيح. ها تتحسب فنيا. يعني عاوزين نقول ايه، وارد جدا، وارد. هقول لك حاجه، ما حدش قادر يقول له ممكن استعين بيك بس ابراهيم لا، بس ثواني بس، او ماشي كل الكلام، كل الكلام وارد. يعني يا استاذ اسامه، الكلام ده مش هقدر اجيب الاستاف. ما هي الاسس التي ستضعها الاتحاد المعين لاختيار المدرب؟ يعني انت لازم تطلع تقول لي انا هختار، هتقول لي مش من حق اي حد يعرض، بس انت تقول ان هتختارنا عشان واحد، عشان اثنين، عشان ثلاثه، عشان اربعه. طبعا هو رقم واحد كابتن حسن شحاته للتاريخ اللي عمله ولا خلاف عليه، ولكن هل الفتره دي مناسبه انه الكابتن حسن شحاته موجود فيها؟ يعني اللي فيها مش مناسب. لا انا شايف انه برضه ابتعاد برضه الكابتن حسن عن برضه المشهد والتدريب وبرضه حاجات، يعني مش عاوز اقول لك بقى الكره اتطورت والدنيا مش، لا انت محتاج مدرب شاب. المهمه التي تليق على الكابتن حسن شحاته يا جماعه هي الاداره الفنيه لاتحاد الكره، يعني ما تظلمهوش، يعني المشرف على هذه الكره شريطة كمان انه يكون مع ناس بقى معاهم دكتوراه اكاديميين ومحترفين لوضع نظام يشرف عليه ونظر على المنتخبات عشان نبقى سرعة. لكن اذا كان اتحاد الكره لسه بيتكلم عن انه عايز مدير فني سرا، وانا ما اعرفش ليه سرا. ثانيا وهو الاهم، ويقول لك ايه، وعايزين نشوف مين مدرب عام ومدرب ومدرب مساعد، اللي هو كل واحد فيهم بالمصري فاهم انه بيشتغل عند التاني. العالم كله كوتش وكوتش ستاف، بس في واحد ترينر بيبقى قاعد يزن للراجل، وكوتش بشكل جهازه طبعا طبعا. يعني فكره ان انا ما تحطلوش يعني واجيب له الناس، ما تجيب له الناس لو انما يعني انا اجيب لك اكل مش على مزاجك، ده انا لو عازمك يا اخي اقول لك تحب تاكل ايه. صحيح. يعني يفترض احنا ليه مش عايزين نغير النظام وبعدين نحط الناس؟ يعني احنا ليه عايزين نجيب ناس ونالف لهم النظام وعاش عاش عاش؟ يعني انا ما اعرفش احنا برضو بنعمل في الكابتن حسن شحاته كده ليه. كابتن جوهري رحمه الله، وطبعا الكابتن حسن هو ثاني اثنين يعني في الاجيال اللي احنا حضرناها على الاقل، هو جوهري اخر ربنا يديله الصحه. اخر مهمه وكان على قناعه بيها وعشت الفتره دي معاه، اللي هي فكره الاداره الفنيه. طيب الاداره الفنيه لاتحاد الكوره ربما تحتاج الى جانب اكاديمي، جانب طبعًا علمي. طبعا كابتن حسن ده راجل ابن ملعب طبعا، يعني انت محتاج حسن شحاته مدير فني للمنتخب، لكن انت بتدور على مكان تسكنه فيه، عايز تجيب مدرب فني هو مدير فني للاتحاد. لا طبعا اذا وصلت، لا اذا وصلت ده لا مكان. خلي بالك ده المنصب ده الاخطر يا لا. طبعا لا. لا هو اكفأ واحد في كل المرشحين في رايي لتولي قياده المنتخب بشرط كمدير فني للمنتخب بشرط، لكن اخر واحد تحطه مدير فني للاتحاد. لا مدير فني انا قلت اللي مشرفا على المنتخبات ومعاه اكاديميين صح وانجلفت ومعاه برضه عصام ما بتنجحش، ما علينا، يبقى مدير فني بشرط ان يستدعي هو جهاز، لكن ليس بالجهاز الذي اعتاد ان يعمل معه. يعني نطلب منه حداثه شويه، انه ينزل بمعدلات العمر علشان نقدر نخلق الجيل الثاني. يا ابراهيم احنا في كل حاجه عندناش الجيل الثاني. طيب محمود طرح سؤال
لماذا حسام حسن لا؟ ما انا ده برضه يعني مش فاهم فكره، ما انا ده اللي مش فاهمه، ما بين عصبيه فكرة مختلفة. ما بين عصبيه وما بين حد يقول لك اصل اللي بيعمله مع الفرق ما يتعملش مع الكبار، ما تجربش. ما انا بقى ما هدي الردود. والجزء الاخر انت عايز تتعاقد معاه ولا انت مش قادر تقول له ما تجيبش ابراهيم وطارق وعماد المندوه؟ هسالك انت مش قادر تقول له لا؟ يعني ممكن قوه شخصيه حسام كنجم كبير هيعمل مشكله للي موجودين، وانت عارف الكلام احنا كنا بنشتكي من ضعف الشخصيه. ماشي. ايوه ما خلاص يعني انت هل إيه؟ انا عاوز اقول لك التقييم الفني، ارجع بقى للمعايير اللي انت ما بقى ارجع بقى ايه للتقييم الفني ولعلاقته مع اللعيبه. وخلي بالك برضو في حاجات كواليس داخل احنا ما نعرفهاش، يعني اللعيبه هي تقدر تقول لك لا ده فلان بيعمل معانا، في واحد يقدر يشدك، في 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 كوتش الناس تحبه يعني بيقول لك لا ما دام جاي فلان هنشتغل معاه هنموت نفسينا، في واحد يعرف يطلع كل اللي جواك، وفي واحد اول ما بتشوفه مش عاوز خلاص قفلت. فانا عاوز اقول لك ايه، دي من الازمات اللي بتعاني منها الكره المصريه يا ابراهيم. ايه بقى الازمات؟ تقدر تقول لي للتقييم بتاعك مين المدرب المحلي عمل بطوله في السنوات الاخيره مع المنتخبات؟ لا مش منتخبات، في الدوري عموما يعني، في الدوري. لا في الدوري ممكن في الدوري ممكن في اخر 10 سنين ممكن تاخد واحده معاك برضو ما دام رايح المشوار ده. مين مدرب ما بيلاقيش شغل هنا بيروح يعمل شغل في الخليج وهنا وهنا؟ بكلمك يعني عاوزك تقول لي هات لي مدرب طلع بره. يعني ايه جم في الخليج خدوه، جم في اي حتى فكروا يعني ده انا هنزل لك واحده واحده على المدرب، لسه مش هنزل لك على اللعيب. انت هنا عندك ازمه، هذه احد اتهامات اتحاد الكره في السنوات الاخيره انه اهمل صلاحه المدرب، انه ما عملش اللي عصام بيقول لك كان يجيب مين خبير اجنبي كبير جدا وادفع له فلوس قد كده عشان يجي يطلع لي جيل جديد طبعاً. اختار مجموعه دي تبني لصالح الكوره اللي انا عاوز اطورها، ما انا لازم كورتي يبقى لها شكل. هي كورتي ماشيه ليه كده من غير شكل؟ لما اطلع وابقى عارف فبفكر ازاي وبلعب ازاي وبربي الاجيال اللي طالعه ازاي وعندي سيستم واحد، في الاخر يبقى عندي 10 20 مدرب. لكن ده انت ما عندكش، ده انت بيمشي من فريق وبعد يمنت لقى فريق تاني، واهم حاجه ايه الوكيل بتاعه عامل ايه، يخلصه ولا ما يخلصه؟ ازاي مدرب يدرب اربع فرق في موسم وخمس فرق؟ انت عندك ماساه هنا. ليه؟ كتر اللي بيحصل ده افقد الثقه عند اللعيبه في المدرب اللي انت جايبه. انت عندك مشكله في الشكل انه كله متشابه. طيب من هو المدرب اللي طور اداء فرقته بقى عندك شكل في الملعب؟ كل الناس اتكلمت الموسم اللي فات على مين؟ المدرب وادي دجله اليوناني. اليوناني خلاص قالك تشوف عامل الشكل ازاي. انت في مدرب كان طالع عندك بسرعه الصاروخ زي طارق العش خلاص وعمل شكل كذا كذا وفجاه تراجع خلاص. ايهاب جلال طلع وبعد كده ايه نزل برضو الطمع واغراء المال برضو عمل تاثير. ما انا بكلمك اهو يا صديقي، انا بكلمك وقف ماشي. حسام البدري، حسام البدري، حسام البدري طلع وعنده بتاع وعمل شكل وكسر الدنيا مع الاهلي. لكن ما ثواني يا وبعد كده الدنيا حسام حسن نفس الشيء. يعني عاوز اقول لك ايه، هنا 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 العقليه هنا ايه هنا. انت طب ليه ما حدش فكر بره؟ يعني ايه ليه ما نطلعش بره؟ ليه ما زودش نفسي يطلع بره؟ ليه بره الحزبه مختلفه؟ بره لازم تشتغل بجد بغض النظر عن النتائج. فعندنا اكفاء يا جماعه. يا جماعه اكتر حاجه تميز البلد دي ان المنجم فيه الماده الخام، لكن ما فيش حد بيصنع من الجواهر دي حاجات. يعني متى رايت مدير فني من بعد كابتن جوهري رحمه الله في الاردن ثم حسام ثم علاء نبيل راحوا وخدوا بالجره دي؟ انت قلت كابتن العاش وصديقنا وعزيز علينا، اول ما بيضرب بطوله في حته يرجع، وحسام البدري اول ما يضرب بطوله في حته يرجع. ليه اغاني الغربه اللي مش موجوده في اي لغه في العالم برضو على فكره؟ مفيش حد بيغني للغربه اللي احنا، يا غربتي يا حبيبتي يا بلدي وتبوس الارض. ليه يا عم؟ يا كانت مستعمره، انت حررت مصر، مصر موجوده بخير، روح افتح عتبه ثانيه واعمل وحط اسمك. امال احنا بنجيب اجانب ازاي؟ ما احنا بنجيبهم كده. لكن انت طول ما التورتايه هي يا راجل، ده مفيش وكله. وده برضه اللي لازم نقله اتحاد الكوره. واحد فاتح مكتب احنا عارفين عنوانه، ولا مشغل خمسه سته مفيش وقصص. فطبعا لازم يدور خمسه سته مدربين. على فكره في ناس تانية في ناس تانية يعني. اقول لك حاجه، طيب في الكابتن حماد الصديق، في الكابتن ضياء السيد يقول لك معقوله، وفي الكابتن طارق مصطفى يقول لك معقوله. انا بقول لك اهو، بس سؤال الناس دي ما كانتش اولى مثلا انها تتولى تبقى مسؤوله مثلا في المنتخبات؟ طب يعني المنتخبات ما كابتن ربيع ياسين ماسك فرقه. ما انا بقول لك يعني الناس الفتره اللي فاتت دي مثلا، انت دلوقتي دول مثلا من ضمن الناس المرشحين انه ممكن يبقوا موجودين مع مين؟ مع الكابتن حسن الشحاته لو جه.
طيب وكل واحد عاوز اي مدير فني لازم يجي، لازم احترم اختياراته. يعني ما ينفعش اقول له خد عصام شلتوت، مش هينفع. يعني عاوز اقول لك ايه، انا جبتك شكل، يعني شكل ايه جهازه كله. عاوز اقول لك ايه، وعاوز اقول لك يا جماعه اطلعوا من دايره إيه؟ لو جه المدير الفني زملكاوي يبقى لازم الباقي الطقم يبقى معاه اهلاوي. خلاص، طب على اعتبار انه بقى مثلا، على اعتبار إيه؟ لو جه اهلاوي يبقى باقي الطقم ايه زملكاوي، على اعتبار مفيش اسماعيلي، مفيش مصري، مفيش ناس تانية. لا، هيدوروا بقى الاداري يجي برضو، الاداري حاجات بقى مهمه. انا بكلمك، بص عايز اقول لك ايه، اذا لم تتخلص من كل الشوائب دي وتبقى هنا، ده هياخد وقت. مش هقول لك انه بكره بعصايتها هعمل كده، لا ابدا. انت لازم ايه تبدا، اذا ما بداتش ستظل في هذه الدايره يا استاذ ابراهيم، هتبقى قاعد ايه في الدايره. فاللي عاوز اقوله انه تطوير الكوره مش هيكون في السنه دي بس، السنه دي تقدر تقول انها ممكن تضع لك الحجر، يعني الاساس، اذا اسس وتم اختياره بذكاء وبهدف ان انا بلعب لصالح الكره القدم المصريه، مش بلعب لصالح نفسي وبصالح النادي بعينه. فانت ولا الان ولا الان يا محمود، ولازم احط ورقه عمل. انا لو منهم وحابين يتركوا سطرين ثلاثه في اي كتاب تاريخ سيد الجنايني والذين معه، لازم فورا يحطوا ورقه عمل. ما لا يقبل، مش لا يقبل كله يترك جزء، لا، ما لا يقبل يمشوا. هو عايز حاجه، انت عايز حاجه، هيقول لك لا خلاص. حط ورقه تخليك تشعر بزهو. وانت بتقول ده نظام الكوره المصرية اللي هو مترجم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والخمسة الكبار، ولا هرجع طيب برضو للاختيار مين؟ أنا رأيي إنه لازم نجيب مدير فني، لأن احنا في مرحلة تركيبة بقى. وقبلها هم مستقرين بيتكلموا في الخمس أسماء، لا بيتكلموا في الخمس أسماء. يبقى الحقيقة محدش هيجيب مدير فني منهم، معلش الاول اعمل يعني استضاح كده او استشراق، محدش هيجيب مدير فني الا وهيقول له بس ابراهيم ومحمود وعصام، والنبي يا شيخ حل لنا من القصه دي عشان نتراضى. وبالتالي انا عندي وجهه نظر تانية خالص. انا النهارده عندي علي ماهر وعندي ايهاب وعماد، واجيب راجل خواجه من اللي اشتغلوا في البطولات وكانوا مركزين في افريقيا مع المنتخبات. خلاص، مدرب وطني يبقى اي اسم من اللي حضراتكم قلتوهم، بس في القمه منهم الكابتن حسن طبعا. الحقيقه بدام هنروح على الموديل المصري، او جزء تاني، انت عندك منتخب اولمبي بيلعب. المنتخب الاولمبي ده فيه 10 لعيبه هم الستاندنج بتوع منتخب مصر بعد كده. اصبر بقى بالمره، وشكلها في فكره كده، وشوف شوي رايح على فين. طيب الاهلي عمل ده، جاب مدرب شاب اجنبي واداله حقه المطلق في تشكيل جهازه، فشفنا صف كامل تقريبا في كل المقاعد جهاز فني اجنبي متكامل. رؤيتك ايه؟ ده اول مره، اول مره في تاريخ الاهلي، مدرب حراس مرمى كمان اجنبي. اول ما رؤيتك ايه بقى؟ بصراحه انا ما كنتش حابب كده على المستوى الشخصي، يعني مع كامل احترامي لوجهه النظر ان المدير الفني جاب بيطعم معاه طول عمر الاهلي وعلى مدار تاريخه. بس احنا كنا لسه بنتكلم على انه حق المدرب. ما انا مش، لا مش قصدي انا ده اختيار جهازه، انا بتكلم على الوطن بتاعي. انا جايب المدرب الاجنبي ده ليه يا صبري؟ ماشي، هيقود الفريق ويعمل عشان يطور ادائي. اطور ادائي بايه حضرتك؟ هقول لحضرتك نقطه، احد اسباب مشكلتي مع مانويل جوزيه الفتره اللي اختلفنا فيها اختلاف جامد، ان انا كتبت تقرير وتم ترجمته بصوره خاطئه عني. انا الدرجه قلت ايه؟ انه الاهلي امتلك مدرب صنع عصر ذهبي. ليه ما الاهلي ما يستفيدش من الراجل ده في صناعه جيل من المدربين؟ يعني مانويل في الفترات دي يبقى في خمس ست مدربين هو يتابعهم بنفسه. يديهم محاضرات، ياخدهم معاه، يقعدهم معاه، يشغلهم. يعني عايز اقول لك ايه؟ انا عاوز اقول لك ايه؟ المدرب ده في خلال موجوده انا بطلع من عندي مدرب او اثنين من الشباب اللي طالعين يشتغلوا معاه يتعلموا منه. ما انا دلوقتي هقعد طول عمري شغال في الاجنبي. بس انت ده مش من اهدافك. ده مش من اهدافك. انا واخد بالي. ثواني يا راسل. ممكن يكون كلامي، ممكن يكون كلامي غلط. بس انا بقول لك وجهه نظر. انا بقول وجهه نظري في الموضوع ده، انك لما تجيب حد ما بتكونش الاستفاده محدوده، يعني الاستفاده الاكبر كمان انك انت تتعلم. هتقول لي دلوقتي الوقت صعب. هقول لك على عيني وعلى راسي، بس ليه ما يكونش ده احد الحاجات اللي محطوطه موجوده معايا؟ لو انا شفت الراجل ده لما فيصل عمل نقله في الاهلي، شوف كان مين شغال معاه، وبعد كده شوف
الكره المصريه كلها لعبت بنفس لا لما منول طور بس الاوقات مختلفه شويه. انا ماخد بالي لما منول طور وعمل 4-3-2-1 شوف انت بقى الشكل كان عامل ايه. فاللي انا عايز اقول في مدربين اجانب بيحب يشتغل بالصف بتاعه، واحنا بنلاقي حتى المدربين ده المصريين ده اساسي والمصريين لازم بيقول لك اخد معاك. انا مش مختلف معاك، ده انا بقول لك انه وجهه النظر كنت اتمنى ان انا احافظ على الجزئيه دي لو امكن. يعني هو الراجل تمسك انه يبقى كل الناس اجانب خلاص، هو ايه صاحب قرار اختيار وانا احترم وجهه نظره. لكن انا بقول لك كراجل كموجود كاهلي كموجود نادي الاهلي انه كان المفروض يبقى الموجود على الاقل حتى المدرب العام من عندك، مدرب حراس المرمى من عندك، انت شايف انه هو متمسك بالناس اللي معاه خلاص هنحترم وجهه نظره. هتعمل ايه؟ خلاص هنحترم وادي له فرصه يشتغل. يعني ادي له فرصه وخلاص اشتغل واسنده. في لقطه يتاخد منها جزء من اللي حضرتك قلته الا وهي زي فكره سامي ومصان، ان انت تحط حد ينفع تاخد معاه الاوقات وكمان الاستثمار فيه كويس. يا سيد الفاضل في العام 2004 انجزت مهمه تدريب محمود الجاري لمنتخب تونس، واتفق مع السيد شتالي وكان راح يتكرم على ضوء البطوله اللي كانت هناك، كان معانا الكابتن محسن صالح ربنا يديله الصح. فجاه قدموا معروض يا استاذ ابراهيم، يمكن انا حكيت لك الحكايه دي، جمعيه المدربين للسيد شتالي اللي هي بالبلدي كده انت كده متشكرين جدا قطعت عيشنا، قالوا له الخليج من هنا ورايح هيكون كل المدربين اللي فيه مصري. اطقم مصريه. الراجل حكى معاه نص ساعه بالظبط، كنا في الفندق ورجع جواري قال لي ان هو قال له يا سيد شتالي الناس دي قالت كلام مهم قوي ابنه عليه. النهارده المدربين التوانسه فين؟ منتشرين يا جماعه. لكن بقى عندك انت الاول وطني، لكن انت عايزني افتح له انا وهو مش عاوز يساعد نفسه، هو لسه مصر على وكيل يدورها له، واتحاد كوره ما بياخدش باله من اللي انت قلته ان ما فيش الا فرقه واحده ولو مشيتك يبقى ليك التانيه وبس. يا اخي استنفذت مرات الرسوب يا اخي، عايز مننا ايه؟ يعني انت رايك القرار المدرب من حقه يتولى اي عدد في اثناء الموسم؟ لا طبعا، هي فرقه واحده وخلاص. ولو النادي هو اللي مشاه ياخد الثانيه بس. خلي بالك هنا بره في اوروبا ولسه يمكن الموضوع، يعني انك انت لو كنت مرتبط مع فرقه وفرقه مشيتك تاخد مرتبك لغايه الموسم ينتهي، انت مش هتقدر تدفع لغايه لما يلاقي فرصه عمل، لغايه ما تلاقي فرصه عمل. اذا لقيت فرصه عمل بس ده تبعا لقوانين عمل مراجعه الكوره. انا واخد بالي، واخد بالي. من المفارقة انك انت منتخب وطني يبحث عن مدرب وطني ومصمم على الاختيار الوطني، والاربع اندية الكبرى المؤثرة في الحركة الكروية مدربينها اجانب. اهل وزمالك واسماعيلي وبيراميد، تمام، اربعة اجانب. صح، انت خلي بالك فتحت الموضوع. فبقول لك على حاجة، ثواني يا ريس. هو الترجي التونسي حاليا مين مدربه؟ معين الشعباني. معين الشعباني. معين الشعباني ده دخل التاريخ على فكرة، عمل بطولتين دوري ابطال افريقيا. صحيح. للترجي. صحيح. ما عملهمش لا الاجانب ولا لغيره. خلاص انت هنا ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. النادي الاهلي كان من فتره ايام مانويل اطرحت فكرتين، فكره خاصه بالقطاع الناشئين ازاي يبقى قطاع منتج ويتعمل ازاي شكل، وفكره ثانيه لصناعه المدرب في الاهلي. يمكن مع الظروف والبطولات وبتاع يعني ايه ما تمتش الامور بالصوره المطلوبه، لكن جه الوقت للاهلي كمؤسسه كبيره جدا انها تقف عند الموضوع ده وتفكر ازاي تقدم يعني هو تختار. انا بقول لك اهو 2012 حسام البدري، 2013 محمد يوسف، ماشي. هل هو بعدها اقف؟ يعني خلاص حسام البدري الانديه شفنا قدم لك حسام البدري كمدرب، وكان على فكره مشروع مدرب كبير جدا يا محمود. انت عايز النادي هو اللي يفضل ينتج ومش عايز الراجل كمؤسسه يشتغل على نفسه؟ يا استاذ عصام انا مش قصدي النادي اللي ينتج، قصدي انك انت عندك في النادي نفسك، انت عندك لجنتك الفنيه، انت موجود. ايوه بس ما هو ممكن يا محمود يبقى في راي انه كل مرحله ليها ظروفها وبالتالي ليها فكرها. لا هو بيتكلم انت في مرحله عايز تبني. انت اتكلمت عن معين الشعباني. تمام. معين الشعباني ده في الحد الادنى بيتكلم فرنساوي وايطالي وبيدقدق في الانجليزي، انا مش بهزر. وبالتالي زي جمال بالماضي وبالتالي احنا ما عندناش واحد. يا اخي بقول لك الناس وانت عارف بتاخد تفرغ من شركات يقول لك عشان المعاش، حدش بيشتغل على نفسه، مش عارف انه مؤسسه لا معايشه بيروح وزراح يروح لك لايبزيج دي اللي اتلغت من سنه 83، يروح لك اكاديميه مش عارف ايه طويلا. الناس بتروح معايشات بتصرف على نفسها بتتعلم لغه، بيجيب الراجل الاكونت ده ولا السكاوتنج ده
لازم تخش عالم الحداثه. انت ليه عاوزنا نسلمك كل حاجه بدعوى الصناعه الوطنيه؟ لازم هي تنافس. مش مختلف معاك على فكره. لا مش أنا مش أنا مش بقول ان انت مختلف. هرجعك لملعب التتش تاني. تجربه بهذا الشكل، لعيبه كتيره جديده سواء اللي صاعد او اللي من بره مع جهاز جديد، رؤيتك ايه في ظل التحديات اللي جايه؟ رؤيتي انه طبعا يعني اداره النادي وفرت كل الدعم، اختارت افضل العناصر في ظروف السوق طبعا اللي هي البيع والشراء واللعيبه، وكان ممكن يعني عاوز اقول ايه، كان ممكن في يعني ارتفاع رهيب لاسعار اللعيبه، عشان تجيب لاعب مميز محتاج تدفع مبالغ جامده. لكن تجربه الاهلي الحاليه محتاجه مسانده لان تجربه وليده على فكره، جهاز فني كامل اجنبي، خلاص مدرب زي ما اتقال اتمنى يكون طموح فعلا، يكون هو عاوز يثبت نفسه وينجح. الاهلي هيديله كل الامكانيات يوفرها له للنجاح. ايوه التوفيق هو العنوان الرئيسي، اتمنى له التوفيق، واتمنى له التوفيق بمزيد من العمل. وعاوز اقول انا يعني شاهد على تجربه للاهلي مع هولمان وتسوبل، اثنين المانين، خلاص الاثنين المانين دول عملوا 7 دوري صحيح صح؟ ايوه شفت لاول مره اشوفه، شفت شغل الصبح وشفت شغل بعد العصر وشفت مباريات وديه كبيره كتيره جدا، تجهيز فريق بديل للفريق الاساسي، لدرجه انه كانت الناس تقول لك الاهلي لعيبته بتتعاطى حاجه من قوه اللياقه البدنيه على مدار موسم متتالي. لعب كتير جدا البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. مش عاوز اقول لك ايه، يعني عاوز اقول لك ايه، لما جه فيليكس خد سنه كل مهمته انه بيقع في الملعب، بعد السنه الثانيه كان مكسر الدنيا في الدوري. يعني عاوز اقول لك ايه، تقعد تسمع حكايات من الكابتن ماهر همام، يعني هي تفاصيل عشناها مع بعض، زي تطوير اداء اللاعب. شوف كان يجيب ماهر همام الصبح عشان يعلمه حاجه واحده بس، ازاي يعمل يضرب هد بدماغه، ازاي يوقف الكوره، ازاي تلعب تحت ضغط. يعني عاوز اقول لك ايه، في مدرب بتبقى انت قاعد كده وتقول الراجل ده هيعمل حاجه. يعني الراجل ده عنده ايه، لما جه مانويل وكنت شاهد على اول معسكر ليه، لا حاجه تانية خالص، يعني ايه نقله تانية جديده كانت علينا. فاتمنى انه رينيه فايلر يكون عارف حجم وقدر وقيمه الكيان الكبير ده الاهلي. الاهلي مش فرقه كوره بس، الاهلي ده حاجه كبيره في مصر زي اي مؤسسه تانية. الاهلي ليه قوه تانية وليه جمهوره، مش هنا جمهوره بره. فطبعا الراجل جاي في جو اعتقد رغم كل اللي اتقال الا انه صم الاذان مهم جدا في الفتره دي. العمل الكسير يعني هم ملوش دعوه بالعمل بكثره، مش ثقافتهم. انا بكلمك اعتقد انه ثقافتهم يشتغل ماشي، يعني العمل كتير جدا هيبقى مردوده الحكم عليه. اتمنى ما يكونش دلوقتي، مش قبل على الاقل 6 7 8 مباريات عشان تتفرج عليه، عشان اقول لك في المباراه والثانيه، لكن المباراه والثانيه ممكن يديك اللمسه، يعني تقول ايه لا ده في حاجه بتتعمل، في حاجه يعني ايه، حتى لما يديك 1 من 10 تحس انه في حاجه اتغيرت. في لا ده ابراهيم اتغير النهارده، لا ده بدا حاجه جديده. هي بتبان من اول الادوات، بتبان ايه، هي بتبان ايه الأدوات. عارف انت ايه، بتبان من اول تكه، من اول الادوات نفسها، ان انا طورت وعملت ده مش معاه عصا سحريه، لا ولا اي حاجه. مانويل جوزيه خد سنه كامله للي يمكن تابعه او ما تابعهوش، وبدا الدوري بهزيمه مجلجله من اسمنت السويس 2-0، ماتش يمكن ماتش كان غريب جدا، فرقه ماسكه كوره وفرقه ثانيه تعمل مرتده تجيب جول. صحيح. لكن بعد كده انتهى الموسم بانه قدم اروع موسم، خسر فيه الاهلي الدوري مباراه التعادل بتاعت ايه؟ الاسماعيلي. هو ده خد بطوله افريقيا. هو ده المقياس، انه الراجل عنده ادوات وبيستغلها، بمعنى لا يطور برضه زي ما بنقول على الاداره، ما بيطورش من عندياته، قد يضيف تركات وحاجات كده، لكن الاساس انه بيستخدم اخر ما وصل اليه التدريب في كل حته. طيب. فالراجل يصحى الصبح، يعني يصحى الصبح يتمرن 3 مرات، يعني يشوط 70 فاول فيشوط 70 فاول. هي دي الادوات، والنادي الاهلي هو من يوفر كل هذه الادوات، وبالتالي ضمانات النجاح موجوده. انما انت محتاج تبقى بقى المقاييس، ما دام عمالين نتكلم عن الاوراق المترجمه، انت محتاج شهرين تقريبا، ومش اقل من زي ما انت قلت، من 6 ل 8 مباريات، كل العالم بيتكلم في ده عشان يبان دلاله الراجل. انما ادواته الاولى بتبان، قادر يشد اللعيبه، قادر يعمل توليفه صح. وبالتالي اعتقد ان احنا لو طبقنا كل المقاييس دي على الكره كلها
الكل هيستفيد، مفيش مكان مضمون لحد. طيب عصام، يمكن محمود اشار له نقطة المساندة والدعم، لانه جهاز جديد، لعيبة برضو، في صفقات كتيرة كبيرة اتعملت سواء المرة دي او في الشتاء اللي الشتاء. ايه اللي محتاج الفريق مع مدرب انت شايف انه يحتاج وقت مش اقل من شهرين عشان يقدر يلم بشكل الفريق وقدرات الافراد كاملة، لكن هو كمان اسبوع وعنده مباراة، اسبوع وعنده مباراة. انا بقول لك انه هتكون بداية مشجعة، لان انا رحت اول مران بعد المؤتمر قلت لا نروح نبص، لا هو عامل جديد، سيبك من فكرة الغربال الجديد ولعبت الكرة عودتنا انها مع الراجل كله بيدفع بنفسه، لكن فكرة انه اجنبي ما حدش هتستميله حاجة غير انه يقولك الراجل بدأ من اول وجديد، ادي حاجة. الثانية ان انا شفت فعلا الراجل بيصلح، ومش بيصلح زي ما كنا بنشوف، بيصلح زي اللي محمود قالهم اللي هم الكبار، مش بيوقف الصفارة عشان يعني اللي بيوقف الصفارة على اللي بيجري وهو ترط كده مش شادد نفسه وهوب هوب يعني، لا هو حاطط فكرة انه الاداء يبقى شغل شغل، وفي الاخر عمل لقطة ادي يعني بيشاور لهم انه نلعب بقى، يعني حاجة على قد فهم يعني، وبالتالي تنافسه جميعا في الحاجات اللي كان بيقف يقولها لهم، وبعد كده بقى اللي عنده ترقيصه اللي عنده شوطه، ويمكن بعض الاعلام نقل مش عارف مين شاط من نص الملعب ومين جاب هيدرز ومين عمل ايه، حتى مدرب حراس المرمى مش فكره انه احسن من المصريين، ما هو برضه الناس بتصغر الفكره، لا شفته اتى بجديد. لكن على ذكر اللغه واضح انه شريف ما شاء الله بيتكلم كويس، فبقى واخد عمال وراح مكلم الناس وراح مكلم اللي جنبه وراح مكلم العمال ومش عارف ايه، بقى في ألفة وقاعد يسلم عليهم كده زي السلام الافريقي، لا الرجاله دي جايه شايفه انه في نادي بيديها امكانيات، وده اللي شفناه مع اجانب كتير جدا لما بيبقوا جايين النادي الاهلي. انا شفت كرول ده كان مع فانجال في 2001 وبنهزر معانا وانا بريده تروح الاهلي، وهو عارف طبعا ان المهندس هاني كان قريب من الكابتن حسن، قال له هاني انا امشي من هنا اروح مصر، كرول بضمانة النجاح، كان معانا صديقنا الصاوي قلت له ايه ترجم لي كويس بقى عمنا مصطفى قاعد ترجم له، قال له لا 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 حاجة تانية، ضمانة النجاح يعني اللي هي فكرة الاحتراف، وبالتالي لا توقع انه الاختيار، وانا مصدق كابتن طه انه ما عرض في ظل محدودية اللي كانوا موجودين، لانه ريم حتى قال ان موسم النادي الاهلي انتهى مع الكاس، وبالتالي ايوه كان ممكن يكون في اسماء اكتر من كده، لكن وانت بقى بتضم وبتلم وهذا هو المعروض، كابتن اسماعيل قال كلام مهم انه اختار الاكثر قدره على تنفيذ ما لديك من باكج على الاقل دلوقتي، انه بفريق طموح براجل هو كمان طموح عنده ضمانة اسمها أندرليخت البلجيكي، وده مش هزار، ده نادي جنب البطولات بيسوق صحيح، يعني ده بياخد الدوري عشان يبيع 10 لعيبة وممكن يكتفي 5 سنين، مش واحد يقول لك اصل بعديها أندرليخت وقع، لا دي ناس عارفة هي بتشتغل ايه، وبالتالي لا في ضمانات كثيرة جدا من المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها، ومن اول اللي هو الانطباع الاول باين على طول. انا اقول لك حاجة اتفضل استاذ عصام، هو من امتى احنا بنجيب مدرب عنده سيرة ذاتية؟ لا انا بقول لك على اللي بيجر شكل، لا بس بس لك على اللي بيجر شكل على الضجه المسؤول، يعني انت عارف الاهم في الحدوته دي كلها المدرب ايه؟ ان هو يكون عنده كوره، يعني ممكن هات واحد عنده 100 سي في عم عمل 100 بطوله معاش مكان من احترام، لا هو هينفذ خلي بالك خلي بالك انت عند الشريحه بتاع البيج 5 دول الكبار قوي، لما يزهق من اللعيبه يقول لك هو لعيبكم كده هذه بضاعتكم مش هيحرق دمه، يعني انا بكلمه لما يبقى عندك السمه الشخصيه للمدرب وعنده فكر واضح، يعني بيعمل لك شكل في الملعب، يعني ما تقول لي الله انا متفرج على مين، اتفرج على وادي دجله تشوف الراجل عامل شغل على الارض، شغل هايل جدا، في جهد، حتى قطاع الناشئين دلوقتي بدا يلعب بنفس السيستم، يعني عايز اقول لك ايه هنا بقى الشغل اللي هنا اللي احنا بنتكلم عليه، هناك بتعمل بصمات وفكر والنتائج انت النتائج مفيش ضغط عليك، لا الوضع مختلف، الوضع مختلف، فانا عايز اقول لك ايه انك انت مش ده تبرير لانه ما لقيش المدرب اللي انت عايزه، فانا في فايه فطالعين نبرر انه المدرب، لا وجهه نظر الراجل اللي انت جايبه عنده وجهه نظر تحترم ولا لا، شخصيته قويه هيقدر عنده يحكم، وجهه نظر تحترم زيك بالظبط، كان عندك وجهه نظر كثيره محترمه، سعدت بيك جدا محمود صابر، انا سعيد بيك ان انا كنت معاك، شكرا جزيلا، اتمنى اكون ضيف خفيف، صديقي العزيز عصام شلتوت
رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابق. ده انا اللي بشكرك، يعني عملت لنا قعده جميله النهارده، كنت سعيد بكم جدا وكلام حقيقي بجد يعني. متشكرين يا استاذ. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.